اعطيني كل يوم ساعتين اضافي بيمشي الحال. ساعتين اضافي؟ شغلكم الاساسي كله بتخلصوه بساعه زمان. بشتغلها بعد الدوام. يا حبيبي، وشو بدك تشتغلي اثناء الدوام؟ يلي بدك اياه مستعده اشتغله، مستعده نفذ اي شغله تطلبها مني، بس زود لي معاشي. الولد بده كنزه وما عنده شيء يلبسه، انا ماني قدراني اشتري له اياها، ارجوك. بسيطه، خلص راح كلفك بعمل اضافي. كتر خيرك استاذ. خلص خلص. الله يخلي لنا اياه. الله يديمك فوق راسنا. الله معك. الله يديمك فوق راسنا يا رب. شو هالناس الطماعه هي؟ بتاخذ معاش 2320 ليره ولساتها عم تنق؟ ناس عم تسرف مو هيك؟ تفضلي. شو سلوى، ما رجع جوزك على البيت؟ لسه. معناتها المدير نسي موضوعك، روحي لعنده وذكري. قلتك ما فيها كثرة غلبة؟ لا، شو كثرة غلبة انت الثانية؟ الاستاذ جميل مديرنا ونحن وياه صحبة من زمان، روحي لعنده وذكري. أنا برأيي لا تروح لعنده ولا تجي. ليش هيك عم تكسري مقاديفها؟ يعني مش أنا حبيبتي، مشان ما يقلع من مكتبه مثل ما قلعني أنا. لا، ما رح يقلعها، بعدين انت بجوز تكون حاكي معه كلام برا الطريق مشان هيك قلعك. مش انا بحكي حكي برات الطريق؟ ما قصدي شيء ولو منال، لا تفهميني غلط، قصدي يعني انك حكيتي معه كلام ما بيسوى عم قلعك. لك شو حكي ما بيسوى حكي برات الطريق؟ زيني كلامك قبل ما تحكيه. انا اسفه. امي سلوى، امي روحي لعنده، امي شغله ما بتستاهل. طمني مالي نسيانك، بس المشكلة إنه زوجتي مسافرة ولسه ما حكيت مع رفيقتها. وإمتى بدها ترجع؟ اليوم المساء إن شاء الله، اليوم المساء بترجع وبتحكي مع هبة وبيمشي الحال. لسه بدي استنى لبكرة؟ اليوم يلي بيمرق علي وجوزي برات البيت بحسه بسنة. ما عم بعرف فكر ولا أشتغل ولا آكل ولا أشرب ولا نام. أرجوك أستاذ جميل تساعدني، لك قلبي عم يغلي غلي. خلاص قلت لك بكرة بس تجي مرتي بخليها تحكي مع هبة. هيبة مالي قدراني استنى لبكره، خايفه لي يبعث لي ورقه طلاقي. ارجوك استاذ جميل تترقب بحالي، ما حدا غيرك بيقدر يساعدني. يا مدام، ما في قدامنا حل غير ننتظر مرتي. طب حكي انت، الله يخليك. منو هي؟ مدام هبه. انا. إيه انت مو هي رفيقه مرتك؟ لك اصلا كل الحق عليكي، انت لو من الاصل دايره بالك على زوجك ومهتمه فيه وسالتيه وين عم تروح وين عم تجي، ما كنت وصلتي لهون، بتهلوا وبتوصلوا لهون بعدين بتجوا لعندي. شو بدي حللكم انا؟ خلص استاذ، بوعدك اني اهتم فيه، بوعدك اني اهتم فيه. خلص. ايه خلص، شو المطلوب هلا؟ المطلوب انك ترجع لي اياه. ايه خلص، روحي انت على البيت وان شاء الله هلا برجع لك اياه. كتر خيرك. لك خلص، عندي كلونيا. ما لي عفن كنت اشكرك، كتر خلص. خيرك. خلص روحي انت، روحي تيسري. شو المديريه هي؟ ايه مدير عام انا ولا حلال مشاكل؟ مشاكل. ايه خلص منال، ايه خلص بقى بلا غلاظه، بلا حيوانه. طب كلمه واعتذرت عنها، لا تسوي منها قصه. بتعرفي يا منال انا قديش بحبك، ما معقول احكي عنك بالعاطي. ماشي الحال. شو سلوى، شو صار معك؟ ما صار شيء. قلعك من مكتبه؟ لا. لك؟ مرته مسافره. مسافره؟ لكن يا عمي ليش حتى ما تسافر؟ مرت مدير لازم تسافر، نحن هون نقعد ننقبر بالشغل، موظفين. وردة، ممكن اسألك سؤال؟ آنسة وردة لو سمحت. عفوا أنا نسيت، آنسة وردة، ممكن اسألك سؤال؟ لا. منين شاريها الحلق؟ من البسطة، ارتحت؟ ما معقول، هالحلق حلو كثير من البسطة؟ اللي بشوفه بيقول إنه أحسن جواهرجي بالبلد هو اللي عامله. صحيح الحلق ما كثير حلو وخفيف، بس وجود هالحلق بأدانك طالع كتير حلو وبيغر. أرجوك ترجع لمحلك. ما معقول هالجوهرة تكون حاطة جوهرة كمان بأدانها. بتعرفي وجود هالحلقة بأدانك عاطي لوجهك مسحة أرستقراطية، بذكرني بعزفتي الكمان الشهيرة رباب كنعان. زي مي زي مي، يلا عطيها. ايه يلا. وبعدين معك اف وردة، ممكن اطلب منك طلب بسيط؟ لا. ممكن تشتري لي حلق مثل الحلق اللي لابستيه مشان اهديه لمرتي؟ بتعرفي ليش؟ ما بدي اعرف، مشان لما اشوفها لابسته اتذكرك. لا، انت زودتها كثير ولازم ينوضع لك حد.
العمى وين راحت؟ عم تكون راحت تقول للمغضوبة مرتي. الأستاذ جميل موجود؟ أتشو! شو بدك منه؟ شغلة خاصة. لا شغلة خاصة؟ شو القصة لسه وحدة فايتة وحدة طالعة بدها منه شغلة خاصة؟ يا آنسة هون مكتب مدير مو مختار حارة. أنت ما إلك علاقة، الأستاذ هون ولا مو هون؟ هون. بدي أقابله. تفضلي. شو بدها هي خطافة الرجال؟ بعد كفي خطفت سالي من مرته، كمان جاية تخطف الأستاذ جميل مني ومن مرته. شو؟ أستاذ بدي أطلب منك طلب، بترجاك توافق لي عليه. شو هو؟ تنقله للأستاذ سالم من عندي. ليش؟ أحسن. يعني شو في بينك وبينه؟ بضل يدايني ويسمعني حكي برات الطريق. حكي برات الطريق؟ يعني حكي على الصيف؟ شو بيقلك مثلا؟ حكي مثل شو؟ حلوة وأنيقة من هالحكي. وهالشي بيزعجك؟ طبعا بيزعجني وبينزعلي سمعتي كمان. الموظفات عم يطلعوا علي إشاعات كاذبة من ورا حكي وتصرفاته معي. بيرضيك يا أستاذ تتلطخ سمعتي من وراء إشاعات كاذبة؟ بيرضيك سيرتي تصير على كل لسان بالمديرية؟ بيرضيك مستقبلي يضيع وما لاقي حدا يتقدم لي بسببه؟ لا 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 طبعا ما بيرضيني، أكيد ما بيرضيني. أرجوك يا أستاذ نقول سالم من عندي ما عاد أقدر أتحمله، بسببه رح يضيع مستقبلي. بيرضيك وحدة مثلي بأول عمرها تعنس على بكير؟ بيرضيك وردة مفتحة بتدبل بجنينة وما حدا يقطفها؟ طبعا ما بيرضيني أنا بالعكس انا بيهمني تضلي وردة مفتحة ومشرقة على طول. انتي روحي خلص انا بتصرف، لا تاكلي هم خلص. يعني رح تنقله؟ خلص اكيد رح انقله انا، بس لاقي له اي محل بنقله. شكرا استاذ، ما لي عرفانة كيف بدي اشكرك. شكرا كثير، انت انقذت لي مستقبلي من الضياع وسمعتي من التلطيخ. شكرا. تلطيخ؟ خلص انسي وردة. بعض مرقبتي عم تكذب. هاي وردة أنا بعرفها، بتحب الناس يحكوا باسمها يلغوا بسيرتها، لو ما بتحب كانت بكف واحد وقفته لسالم عن تحده. لك خرجيك مشان تبطلي هالعادة. لي يلا اطلع. ايوه لي 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 جميل طالبك. شو من أصابعك انقرت؟ ما دخلك. شو بده؟ ما بعرف. طيب وشو كنت عم تساوي عند الأستاذ جميل؟ ما إلك علاقة. ملكة زي 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 زي. ألو شو بده؟ يلا جمع زي زي يلا طلع أعطى زي زي زي. شو عامل يا أستاذ سالم؟ أستاذ شو عامل يعني؟ شو عامل مع الأنسة وردة؟ شو بدي أعمل أستاذ؟ والله ماني عامل شيء. أنا وصلني أخبار إنك عم تغازلها وتحكيها كلام حلو، صح الحكي؟ صح أستاذ، في شيء من هذا القبيل يعني شوي شوي والله شوي. مو عيب عليك، ما بتخجل على حالك. واحد مثل حكايتك عنده زوجة غيورة بتغار عليه بتهتم فيه بترف عينه على وحدة تانية. أستاذ شو بدي ساوي إذا أنت حاطط لي مكتبة آية من الجمال، وردة من ورود الجناين والحدائق والبساتين؟ يا أستاذ ما عم بحسن أضبط أعصابي، حط حالك محلي، بتقدر تضبط مشاعرك شيء؟ والحقيقة لا شك إنه الرجل أحياناً قد يقع في شراك امرأة جميلة وتحت سيطرة إغواءها، بس المفروض هو يضبط أعصابه، يسيطر على حاله، يعني يكون رجل. شو يعني رجل؟ يعني شوف هلا المهم اذا بسمع مره ثانيه انك انت ضايقت الانسه وردي بحرف واحد، عندك واحد من حلين، يا بنقلك لا هذا الحل بلا رح انقلك مرتك. لا بوس ايدك بوس ايدك كل شيء الا مرتي. يا استاذ ما بحسن الدوب نفسي علي، عيشتي بالبيت كمان بدك تجيب لي لون على المكتب؟ خلص استاذ خذ مني من هلا ورايح، بدي اضبط مشاعري، بدي اكتبها، بدي دوس عليها، ما بخليها تنفس بنوب بنوب. بحياتك ما عرفتي لي لوين راح؟ طيب ما قال انت بده يرجع؟ ما رح يرجع. لا عفوا سلامتك ما في شيء، معلش انا بعدين بحكي معه. مع السلامه. شو في جوزي؟ شو مانو بالمكتب؟ طلع لا بيعرفوا امتى راح ولا امتى بده يرجع. طيب هلا اهدي وقعدي محلك، هلا بنفتح الراديو وبنسمع الابراج وبترجع تتصلي فيه وبتع...
بتعرفي وين راح؟ لسا بدي استنى لاسمع الابراج. لكان شو بدك تساوي؟ لازم روح دور عليه. لك والدوام؟ تركيني، جوزي اهم منهم كلهم. الو، اهلين استاذ، شلونك؟ مدام نادية والله راحت. خبروها انه جوزها عامل عملة، قصدي حادث، قام حملت حالة وراحت. مع اني قلت لها يا نادية خليكي، هلا بنفتح الراديو وبنسمع الابراج، اليوم ماجي فرح بدها تذيع، يعني هالماجي فظيعة. قامت ما رضيت، قالت لي لا الدوام اهم ولا جوزي اهم. سليم حاجتك لعب بقى، حاجتك لعب وفتح كتب وظايفك. طارق، إذا رحنا بكرة على المدرسة مو كاتبين الوظيفة، شو بيصير؟ إيه بسيطة، بتقتلك المعلمة. إيه ما بتقدر، حزير ليش؟ ليش يا عبقري زمانك؟ لأنه بالقانون ضرب ممنوع، إذا حبت الأنسة تخايف القانون تضربني، بجيب لها الشرطة بياخدوها على الحبس. بابا، أنا رايي عندي مشوار ضروري، لبين ما تخلصوا دروسكم وتتفرجوا على برامج الأطفال بكون رجعت. بابا الله يخليك، شوف لي هالمسألة، ما عم أعرف حلها. بعدين بابا بعدين، أنا مستعجل وبالرجعة بشوف لك إياها، عندي موعد. عيني يا عيني. شو قصدك ولا؟ ليش عم تقولوا لا؟ مو أنت منبهنا ما حدا بيقول للتاني ولا؟ هلا اترك كل شيء من إيدك وتعال روح جنب أخوك. ما بدي أخرك على موعدك، روح يلا روح، الله معك روح. لا؟ شو دخل موعدي بدروسك؟ لانه عندي حل مسائل رياضيه ما بعرف حلها، وعشر كلمات انجليزي جداد ما بعرفهم، حفظ درس علوم ما فهمانه، وهلا اذا بدك تقعد درسني رح تتاخر عن موعدك. خلي بس ترجع بكون احسن، روح تيسر روح روح. طارق، انا الله يرضى عليك رح احلل لك المساله، وانت بتدير بالك على دروس اخوك لبين ما يجي. ما بيرضى. مو على كيفه غصبا عنه. سمعان انه مساله اللي مالك عرفانه. هاي كم مرة فهمتك تتواب لهنيك؟ عود هاي أليف نوصل هذا الوتر بصير عندك الناتج ألف جيم. فهمت بابا؟ فهمت بابا. الله يرضى عليك، إذا أجت أمك بغيابي إلا البابا عنده موعد مع الأستاذ وسيم وما بيتأخر. ماشي؟ ماشي بابا. شبك بابا؟ كل هالقد خايف من الماما؟ خلاص من اللي اطلعوا، شو بدها تساوي معك يعني؟ خليك رجال. طارق، بتدير بالك على دروس اخوك، فهمت؟ روح بابا الله معك. حقابلوه بكره وبعدي بكره ولي. جميل. أهلا سيد وسيم. على حدا جميل. تأخرت عليك ما؟ ما كتير، ربع ساعة. دقيقة خلص لفة بقى، شو قال؟ هذا السيناريو جديد عم راجعه بنعطيه للشركة. وعن شو كاتب المرة؟ قصة قريبة كتير من قصة أنت ومرتك. ولقيت فيها الحل؟ يعني لحقني قلي. لحظة، ما بدنا نشرب القهوة بالأول؟ لك أخي بنشربها بعدين، قلي شو الحل هلا. أخي أنا ما بعرف، احكي لي أشرب قهوة. حاضر، راح أطلب لك ضراب السخن. يا وليد. حاضر أستاذ. أخي بري أستاذ، جيب لي أكبر ركوة قهوة عندك ومليانة. على راسي أستاذ. تسلم. يلا قلي لشو. لسه ما شربنا شيء، ما نشرب القهوة بالأول بعدين نحكي على الهواء. حاضر. تشيو تشيو كنت ولا صورة واحدة يبنيهم بقتلهم. شفروا يشوف المحطة اللي بعدها. تشيو منيحة. هلا بدك درسك ولا لا؟ وليش عم تصر علي؟ وإذا كنت يعني بالصف السادس، بكره أنا بعد سنتين بصير بالسادس ولا بقى تشوف حالك؟ هلا إذا أجا أبوك ولقاك مو خلص دروسك، أنا ما دخلني؟ شلون ما دخلك؟ ما وصلك تكتب لي وظائفي؟ وصلني شوف لك إياها، مو أكتب لك إياها؟ إيه هاي؟ مثل هاي؟ مين طفى الضو؟ آخر مرة بقول لك سليم، جيب كتبك لدرسك، ما بدك تصطفل منك لأبوك. زعوا مساك، تفضل قدامي. شعل الضو، وما كرينا ما كرينا ما كرينا، وما كرينا ما كرينا ما كرينا. لك هاي الدولات القهوة كلها، احكي لي بقى. ايه يا صديقي، انا شايف انه السبب فيك انت مو بمرضك. شلون بقى؟ على هو ما بتحكي لي عن حالك، وعلى هو ما بعرف انا عنك، انت بتخجل تحكي مع النسوان. ايه وشو دخل هي بهي؟ ما بدي كفي لك. تفضل، ضرب على قلبك وكمل. هالخجل هاد ولد عند مرتك شعور بالاطمئنان من ناحيتك، شعور انه لا يمكن عينك ترف على مرة غيرها ابدا.
لذلك صارت تهملة وما تسأل عنا ولا تغار علي. ليش؟ لأنه نعقت رجليها وإيديها بمي باردة مطمئنة لا يمكن تطير من إيدها. معك حق يا رجل. بتأخر ما بتسألني ليش تأخرت، بسهر ما بتسألني مع مين كنت سهران، بقول لها رايح مشوار ما بتسألني لوين، لك رايحة على تدمون. قلت لها ما بخاف يلعب بديلي بغيابي، قالت لي دينك قصير وما عرفك ما خرج. يا شو بدي ساوي، صمام الأمان تبعها هذا رح يجنني. الحل عندك. شلون؟ لازم تفجر صمام الأمان يلي مجننا. طب دلني شلون فجره؟ يا صديقي لازم تغير طباعك كلها، تعمل لك شوية حركات، تخترع لك شوية مواقف، متى ما صارت مرتك تشك فيه بتصير بتداريك وبتخاف عليك. ليش؟ من خوفها تقوم تطير من إيدها. فكرة معقولة، بس شو الحركات اللي لازم أعملها؟ بهالوراق هدول أنا مخترع شوية حركات، خد أراهم. بس إمتى بجيب لي إياهم؟ بكرة. وين رح تقراهم؟ وين بدي أقراهم؟ بالبيت، ما بنام قبل ما خلصوا. لا ليش لا؟ بالبيت ما بصير تقراهم. وليش أستاذ؟ لك يا حوبي شو ليش؟ بركي شافتهم مرتها وقرتوا. مزبوط، وين بدي أقراهم لك ها؟ بكرة بتقراهم بالمكتب وبجيب لي إياهم المساء. ماشي. بس لك يا جميل اسمع مني وما بدك هالسرعة، خلي مرتك مأمن بنت لك أحسن لك. ها أخي أنا هيك قبلان. صفصفي ذنبك على جنبك، بدي أرجيلي. هلا بدك تقضيها تعليق علي وليد. الحمد لله على السلامة. إجيتي؟ إجيت. هاي وصلتي. شلونها تدمر؟ شو عرفك ما أنا بتدمر؟ ليش بصير شي بهالبناية أو بهالصايح كله ما بدرى فيه؟ أكيد إجت سفرتك فجأة ما هيك. وشو عرفك فيها هي كمان؟ الشغلة ما بدها زكا، لأنه مو معقول وحدة مزوقة مثل حكايتك تعزمني على غدا وبعدين تسافر، إلا إذا كانت سفرتك إجت فجأة وضرورية. أنا آسفة جارتنا، فعلا إجت سفرتي ضرورية وما كان عندي خبر فيها. ولا يهمي، مالي زعلانة بنوب، وعلى قولة المتع الخيرة بغيرها، والجايات أكثر من الرايحات. أهلا وسهلا فيك أم محمود، إمتى ما إجيتي بيحضر واجبك؟ بعرف والله بعرف، وهي بكسر الهاء وعقده لليمين اني يا ام محمود وين ما فتي وين ما طلعتي وين ما قعدتي بجيب بسيرتك وبمدح بجيرتك وكرمك. يا هناء يا بنت مين؟ بنت سعيد. يا هناء يا بنت لسعيد. هل بلحت من تدمر ما هيك؟ اي من تدمر. صحي بيقولوا عم بلح تدمر طيب كتير. خدي دوي يا ام محمود. لا انا ما عم اقول لك هيك مشان اخذهم، خليهم للاولاد بينبسطوا فيهم. في كثير لا تخجليني. يلا ما عاش اللي بده يخجلك من يد ما نعدمها. صحتين وهنا. هنا هنا يا ريت تبدلي لي هذا الاعجار بذاك المستوي لان اطرى على اسناني. ايه ماشي وتكرمي. تفضلي هذا كمان. هاتي توبريني يسلموا ايديك. يعني هذا الاعجار لك يا خلي عندك. يلا يومين ثلاثه بحطه بالبيت بيستوي. شو هالشغله يعني؟ تفضلي اشربي قهوه. لا توبريني هنا غير مره غير مره. هلا عندي مشوار ضروري. انت جايه من السفر تام علي والكاني. خليكي ترتاحي انا ما بحب تقل دم على حدا. لسه في عندي مشوار مهم بدي اروح لبيت شقاع. اشتقت لكم. تعالوا شوفوا شو هذا إلك. يسلموا ماما. وأنا هذا إلك. ما بدي هذا، بدي هداكي. هداك كبير على رجلك، هذا على قدك. لك مو على قدي، على قد رجلي. يي هدول بلحات لمين؟ إلكن. أنا جبت لكم ياهن معي من تدمر، بس ما بتمد إيدك عليهم قبل ما أغسلهم، فهمت؟ خلصوا دروسكم ماما؟ أنا خلصت ودرست أخي كمان كل دروسه. برافو عليكم. الباب مون. بعرف لما جيت ما لقيت سيارته قدام الباب. إذا بتحبي تعرف وينه فهو راح على الموعد ووصاني إلك إذا جيتي قبله إنه هو ما رح يتأخر. أهلا وسهلا في إمتى ما أجا؟ أنا فايت أغير ثيابي وتحمى. ليك ما بتمد إيدك على البلح قبل ما أغسلهم تمرضوا. طارق خذهم على المطبخ. هدول أنا بحملهم عنا. ويا بلا حزت اللي يا بلا. هلا اتركهم بعدين بتقراهم وموصلني. لحظه بس لكمل المشهد. هذا حلو كثير المشهد بنفسه هذا.
بس عم بتعذب بالقرايه من خطك الزفت، لا تضرب على الخط مثل خط الدكاتره. لك اخي انا ما بقدر اتاخر منها اكثر من هيك، هلا مرتي بتطالع علي منادي اطلب لك ركوه قهوه ثانيه. ما بدي اشرب ضرابه ثانيه، يا ام وصلني يا فوق لحالي. حاضر بوصلك، ليش على كيفي شري. خذ وليد. يسلموا. لوين اخذهم معي؟ بلكي شافتهم مرتي وقالتهم، ساعتها بتنتزع كل الخطه. احسن شيء خليهم بالسياره وبكره الصبح برجعهم على المكتب. شاروخي احلى من شاروخك. بالله مين قال لك هالحكي؟ شاروخي احلى، امي هيك قالت لي. شو قالت لك؟ قالت لي انه شاروخي احسن لانه جلد وحقه اكثر من شاروخك. وشاروخي كمان جلد. أهلين بابا. شو هاد؟ منلكن الشواريخ؟ بابا أنو أحلى، شاروخي ولا شاروخ أخي؟ شاروخك وشاروخ أخوك حلوين، بس منين هدول الشواريخ؟ شو بتعطينا إذا قلنا لك؟ ولك أنت ما عندك شغلة ببلاش؟ لك بلاها، بعدين هلأ ما عاد في عنا شي ببلاش. طيب شو رأيك إني أنا ببلاش عرفت؟ شو عرفت؟ أكيد الماما إجت من تدمر وجابتلكن الشواريخ. شلون عرفت؟ هلأ وين الماما؟ بالحمام. قلت لها مثل ما قلت لك؟ قلت لها، بس هي ما سألت عنك بنوب. بسيطة، بس نفذ الحركات اللي كاتبهم وسيم، لخليها مو تسأل عني، لخليها جن. مرحبا جميل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تقلاني نعيمة. الله ينعم عليك. هنا لو سمحتي بدي أحكي معك كلمتين إذا تكرمتي. ايه تفضل. حبيبتي انا اسف كثير، لو بعرف انك بدك تيجي بهالوقت ما كنت طلعت من البيت، كنت انتظرتك لتجي. خليك رجال بابا. شو بنا؟ روح اقعد. بسيطة ما صار شيء. يعني ما بدك تعرفي وين كنت ومع مين؟ اكيد كان عندك موعد مع رفيق من رفقاتك. اذا ما بخليكي تجني لتعرفي وين عم روح واجي ما بكون جميل. شلون جولتك؟ كتير كانت حلوة والسياحة كتير انبسطوا. شفت شو جبت للولاد؟ ليه ما جبتي لي شاروخ؟ جبت لك هدية أحلى. استنى شوف هاي. شو هاي؟ بارفان. لا شو البارفان اللي جبتي لي إياه يوم عيد ميلادي لهلا ما بخبخت منها. أو شوف إياه اشتهيت لك إياها، بعدين ريحتها بتطير العقل. زيادة الخير خير، بعدين ما بتكتر عليك. أنا أنا ما بدي منك هدايا، أنا كل اللي بدي إياه مني كلمتين حلوين. تقولي لي اشتقت لك، هاليومين اللي غبتهم عنك حسيتهم كأنهم سنتين، قاعدة هنيك وأنا عم فكر فيك، كيف عم تاكل، وين عم تروح، مع مين عم تقعد، شلون عم تنضرب على قلبك، شلون عم تنام، شلون عم تفيق. أنا هذا اللي بدي إياه مو هدايا. إي ما بدك إياها هات، بعطيها لأختي. ما عاد بدي ولا ما في؟ نقيها مني طيبة. أكلها أنت. وقص لها هقله تاكليها. ما بدي. الحمد لله. مهموعه حبيبتي، انت ما لازم تستفقدي رفيقتك هنا اذا كانت رجعت من جولتها بتدمر. وانت شو عرفك انها جوله بتدمر؟ ما انت قلتي لي بعظمه لسانك. وهو لساتك فطنان؟ ليش انا بسترجي انسى شيء انت قايلتي لي اياه؟ دخيل الله شو حريص، ما صار لي جمعه قايلت لك بدي طقم جديد، هذا نسيته؟ شيليني من هالسيره يا حبيبتي. هلا جوزها لهنا شو بيشتغل؟ مدير. مدير شو ما بعرف، قالت لي ونسيت. ايه مو مهم مدير شو المهم مدير، عارفيني علي بركي بستفد لي من وراك شي قرشة. بكرة بتصل بعرفكم ببعض. ليش بكرة؟ هلا دق الحديد وهو حامي، منه بنشرب قهوة عند الجماعة، منه بتشوفي رفيقتك، منه أنا بتعرف على جوزة. والله معقولة، جيب هالتليفون. فورا. طلب الرقم. شو هو الرقم؟ 44 4 4 ليش ما عم ترد؟ ما بدي رد، ردي انتي. دخيلك انت وخجلك، عم تجيب لي الجلطه.
الو. مساء الخير مدام. اهلين مين؟ شو ما عرفتي صوتي؟ تذكري. حاولي. حاولي كمان. هات لهون. ليك اذا ما بتقول مين رح سكر الخط. ايه ما بتعمليها. ما تعال هون هذا. مرحبا هنا. انا مها. جوزي. مو بس معك، مع الكل. شو؟ امتى اجيتوا؟ الحمد لله على السلامة. كل الامور عادية. شو عم تعملي هلا؟ يعني مالكم طالعين لمحل؟ ما في شيء. عم فكر انا ونعيم نجي نشرب فنجان قهوة عندكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، امتى ما اجيتوا بتشرفوا؟ ايه اهلا وسهلا بنتسلى، شو هالحكي مها؟ عم انتظركم، عم انتظركم، ماشي مع السلامة. شو قالت لك؟ يعني شو قالت لي؟ قالت لي اهلا وسهلا. شوف نعيم، ما بدي كلمة برات الطريق، خاصة انه جوزة بده يكون قاعد معنا. خلص ما راح احكي ولا كلمة برات الطريق، كل شيء بدي احكيه راح يكون جوات الطريق، احذري ليش؟ ليه؟ مشان ما اقلب على البنكيت. بايخة. جميل، قوم البيت، هلا بيجوا الجماعة. شو بدها؟ ما بدها شيء، جاي تسلي. ما عم تشوفوا بعضكم بالشغل، ضروري هالزيارات بالليل. مها مو جاي لحالها، جاي هي وجوزها. يا حبيبي، وشو بده هذا الثاني؟ كمان بده يسلم عليه؟ ايه بده يتعرف عليك. ما بدي اتعرف على حدا، تركيني بهمي هنا، مقروق وضايج ومكتئب. ها جميل، لا تضيع الوقت، قوم جيب لك شي شغله. ما معقوله ما عندنا شي نضيفهم. ليش خلصت القهوه؟ لا ما خلصت، بس ما عندنا شي ثاني نضيفهم معها. وضروري يعني نضيفهم شي ثاني مع القهوه؟ ايه ضروري، انزل جيب كم قطعه جاتو ولا اقول لك تارت، والباقي بياكلوا الاولاد. ايه مرقيه اليوم بلا تارت. لا ما رح مرقها، رح اجيب تارت، يعني رح اجيب تارت، بلا هالجدل ما له طعمه. امري لله، بجيب تارت. وجيب معك فواكه، ما عندنا. طيب شو رأيك جيب لك معي قاطرة ومقطورة مدلوقة ونابلسية؟ جميل بلا مقلسة، لما يجي رفقاتك ضيفهم اللي بدك اياه. يلا قوم. لا تكركري. يلا قوم. خلص هاي. ايه طب قوم. لك شو بك عم تتزوق كأنك رايح على عرس؟ يعني شلون بدي كون طالع معك وماني رايح على عرس يعني؟ اللي بيسمعك بيصدق. ليش لحتى ما يصدق؟ يعني واحد عنده مرأة أمورة وحلوة وغنوجة مثلك حياته لازم كلها تكون عراس بعراس، يا مش مشيت عرسي انتي. اطلع من هالبواب. من أنو باب بدك كان يطلع؟ من باب السريجة ولا من باب توما ولا من باب الجابية؟ لا اطلع من باب صغير. ها منيح تذكرتيني بهذا، هذا كنت نسيانه. خلصنا يلا تأخرنا. ما لقيت تارت، جبت اخته تورتا وين فواكه. يعطيك العافيه، حطهم بالمطبخ. وغير ثيابك. ليش شبوا هالطقم؟ شو شبوا؟ لبسته كثير، قلعت عيون الناس فيه. ما حلو يشوفك هيك الرجال اول مره بيتعرف عليك، لازم ياخذ عنك انطباع كثير كويس. ليش يعني هذا الطقم بيساوي انطباع مو كويس؟ طبعا مظهر الانسان بيعكس نفسيته. يلا حبيبي انت، يلا حبيبي يلا. الطقم ما رح غيره، وفايت نام، بدي نام انا اصلا. جميل خلاص خليك بالطقم. ايوه حطهم بالمطبخ. وي وقفي. ليش وقفت هون؟ يعني ما حلو نروح لعندهم وايدنا فاضيه، لازم ناخذ شيء معنا. شو بدك تاخذ لهم؟ بدي اخذ لهم علبه حلو ظريف. ايه لا تخلي يحط لك من اللي بالواجهه، خلي يحط لك من الصدور اللي جوا. رح خليه يحط لي من الصدور اللي للبدوره. Çiçeğin kokusu gün boyu elinizden gitmeyecek. Dixie çiçek gün... Cemil, neşe tafaydı televizyon? يضربوا هن وهالدعايات، يعني إذا مو بكل دعاية دحشوا بنت ما بتنباع البضاعة؟ إيه طبعاً لازم يحطوا بنت حلوة مشان تحلى البضاعة بعين العالم.
تأخروا جميل، أبصر شو صاير معهم. يمكن بطلوا. أصلا هذا اللي بدك إياه. أحسن لي إن شاء الله، لأنه بدي نام. أكيد إني. مساء الخير. مساء النور، أهلين مها. كيفك؟ يا اهلا وسهلا، تفضلي يا اهلين. اهلين استاذ معين. يا صباح مساكي. يا اهلين. تفضلوا يا اهلا وسهلا. تفضلوا يا اهلين. كيفك استاذ جميل؟ هلا الحمد لله الحمد لله. مساء الخير استاذ جميل. الحمد لله الحمد لله. مساء الحمد لله. ما عرفتكم ببعض. ما مرته لنعين جميل زوجي. فرصة سعيدة، تشرفنا اخي جميل. الحمد لله الحمد لله. ليش واقفين؟ تفضلوا عاد واهلا وسهلا. شكرا كثير ميرسي. عيب الشوم، ليش معذب حالكم؟ مو معذبين حالنا ولا شيء، نايم اشتهالكم ياهو، ما بعرف شو فيها. فيها حلو، أنا كثير بحب الحلو. شكرا كثير أستاذ نعيم، عذبت حالك. أنا قلت إني أنا كثير بحب الحلو، هدول جايبهم مشان آكلهم أنا. صحتين وهنا. يلا أمير الله، شو بدنا نسوي؟ باكلهم أنا وأخي جميل، ما هيك أخي جميل؟ ونحن الحمد لله، الحمد لله. أنتوا كل الحلاوة، أنتوا مو ناقصكم حلاوة، أنتوا العلقم بيدخل لتمكم بيطلع قطر. شايف يا أستاذ جميل، شايف قديش جوزي هالكني بغزله؟ الحمد لله الحمد لله. علقت دينام. معناتها بحبك كتير مها. من جهة بحبني بحبني كتير، ليش الكذب؟ بس أوقيت بيزيدها شوي، والزايد أخو الناقص. مرتي مها بتتضايق كتير من حكي الحلو، خصوصي إذا كنت عم جامل حدا غيرها. بقلا إلا أستاذ جميل، حضرتك بتقدر تشوف وحدة حلوة وما تقلها أنت حلوة؟ الحمد لله الحمد لله. قلت لي بدي نام. ما حكيتي لي هنا شلون كانت جولتك بتدمر؟ ان شاء الله ما تعبتي. خلينا نروح انا وياكي على المطبخ نساوي القهوه وهنيك بحكي لك، وخلي الاستاذ نعيم مع جميل يتعرفوا على بعض. يلا. انا بشو ساعدك انا؟ مو جايبتك لتساعديني، أنا جايبتك لتقولي لجوزك يخفف مجاملات. أنا جوزي بيتضايق. مع أني والله العظيم وصيته بده يحرمني أطلع من البيت. ما مشكلة، خلينا نعمل قهوة، أعطيني الدولة. أنا عندي محل أدوات كهربائية، إذا لازمكن شي احتجتوا لأي شي اعتبروا المحل محلكن. شكراً، نحنا مو لازمنا شي إلا ما يلزمكن شي، غرض إلكن غرض لغيركن هدية. لا تتردد أبداً إذا لازمك شي بأنك تقرع باب محلي، المحل تحت أمرك. شكراً. وأنا كمان إذا لزمني شي من مديريتك ما رح أتردد أبداً بإني أعتبر المديرية مديريتي وفوت لعندك. المديرية مفتوحة لكل المراجعين. جميل. الحمد لله الحمد لله. يا أهلا وسهلا يا أهلين. ليش واقفين؟ تفضلوا عدو. تسلمي كلك ذوق. تفضلي مها. يسلموا هالإيدين. تفضل أستاذ نعيم. شلون عملتي يا حلوة؟ أنا بحبها حلوة. ها مرتك حطت لك معلقة سكر، تفضل. يسلموا لي ديات مرتي الحلوين. جميل اشرب قهوة. دايما إن شاء الله بالعز. حلو كتير ديكور شقتكم، واضح إنه في ذوق رفيع. هذا ذوق جميل. برافو. أكيد المدام مساعدتك بانتقاء بعض القطع الفنية، لأنه المثل بيقول إنه وراء كل رجل عظيم امرأة. جميل، هذا هو الخاتم يلي بدي مثله، حلو كتير، جيب لي مثله. ممكن تشلحيه مها؟ تكرم عينك. يوه، ما عم ينشلح، صار ضيق شوي، ما لقيت أكبر منه. بلا ما تشلحيه، جميل، قرب شوفه بإيده. شايفه، شايفه. أنا بقرب. شوف جميل شو حلو. ايه شفته، حلو حلو، الحمد لله الحمد لله حلو. مو الخاتم الحلو، الايد اللي لابسته هي الحلوه. لا انا ما قلت لك كلمه برات الطريق ما بدي اسمع. حبيبتي الحقوا علي، يعني الطريق كان ملغم، اضطريت اطلع على البنكيت. عمري ما بقى اروح معك لمحل، خصوصي لعند رفقاتي. يعني هلا انت ليش محمقه حالك كل هالقد؟ بس بدي افهم، فوق ما تغزلت لك بايديكي وقلت عنهم احلى من الخاتم. بتشكرك على هالكلمتين الحلوين اللي قلت لي اياهم من زي الكلمات الحلوه اللي قلتها لهناء. اصلا الكلمتين اللي قلت لي اياهم مشكوك فيهم وبيتاولوا غير شكل. شلون يعني غير شكل؟ يعني انا بعرف انك بتقصد ايدين هناء لانها بدها تشتري خاتم مثلي.
يا لطيف هلا معقول انت قديشك شكاكه وظنونه؟ معقول انا اقصد هيك؟ بقطع عيني اذا مو قصدك هيك. ما كان صار شي لو اخذت الصحن الجاتو من ايدها. ما بحب الجاتو، ليش لاخذ من ايدها؟ مشان ما تخجل الست يلي قدرتك وقدمت لك صحن الجاتو. الاصول انك تاخده وتشكرها وتحاكيها كلمتين حلوين وبعدين تصطف الاكلت الجاتو ولا ما اكلته انت حر. اصلا ما بجوز تقوم هي الضيف، مين صاحبة البيت؟ انت ولا هي؟ جميل لا تضيع الموضوع، خجلك الزايد مع النسوان ما بيسوى، عم يسبب لي احراجات كثير. شو بدك يعني ساوي لهم يعني؟ بوسهم ولا ارقص لهم؟ انا ما بدي اياك تبوسهم، بدي اياك تجاملهم كلمتين حلوين. لا تجاملهم، سايرهم بكلمتين عن الطقس، عن الغلا، عن الدعايات اللي ما بتحبها، عن حي الله شي. هلكتني طول السهره وانت نازل متاوبه، ما حكيت ولا كلمه غير الحمد لله الحمد لله. ما معقول جميل، ما حلوه هيك، بعدين بيقولوا عنك معقد. ليش هذا المعسفه جوزة؟ عصاي طقي، خلى دور لحدا يحكي. اصلا ما بيستحوا هني، قاعد يغازل مرته عنا بالبيت. ما سمعتي شلون عم يقول بحب القهوه حلوه، يسلموا لي ايدين مرتي الحلوين، يغازلها ببيتهم. معناتها ما كنت ناسان. لا ما كنت ناسان. لك صحيح انا بدك ترجعي تتصلي برفيقتك هبه، هي هبه برقدم تحكي مع ابن خالتها، برقدم ما بيطلق الموظف اللي عندي ان شاء الله. لانه المسكينه كمان اليوم اجت لعندي وترجتني ووعدتني انه تهتم بجوزها وتدير بال عليه وتصير تغار عليه وتساله وين عم يروح وين عم يجي. بدي نام. تعب هنيك. حاطة قلوب كلاوي زيادة عليكي، هوا يطيرك. لعب بالنار ايه؟ ما بكون جميل اذا ما بحروق لك اصابيعك. بايخه. اطلبي واتمني يا شحوة قلبي انتي شحوة شحوة. جيب له قهوة للأستاذ جميل. لك على عيني انتي والأستاذ جميل. لا على عين وحدة ما بتشعوا وبتوفعوا، انتي على عين والمدير على عين الثانية. ايه روح جيب قهوة للمدير. شو بالقمر زعلان اليوم؟ ما في شي ما في شي. اطلعي بمرايتك القطوطة الزغنونة الحلوة. ما بدي اطلع. ما حق ما تطلع، بعدين بتلتعب بينقطع طناها. هي اذا سولت شبك تنحت لا من تمك ولا من كمك قضوي. امولي شو رايك ايش منه طالعه اخلاقك وطالعه تفشيها فيي وتتزوجيني؟ ايه بيقولوا الجواز عن قهر بتدوم دهر. جواز قبرصي؟ كم مره قلت لك مستحيل اني اتجوزك؟
لك لو ما ضل رجال بالعالم ما بتجوزك. روح روح جيب قهوة اضوي. ايه على طغبوشي بجيبها. ايش هالكتابة دول؟ بيقولوا عنا أزمة كتابة. هالوسيم عنده خيال بيطير طبنات العال. ما شاء الله كم خطة. إيه ما راح تاجون خطة واحدة بتجيب هنا على البلاطة. لا بجوز احتاجهم كلهم. احسن شيء صور هالمسلسل. لا بجوز يزعل وسيم اذا صورته. بنقل رؤوس اقلام. المهم عناوين الخطط. الخطة الاولى شو عم يقرأ ويكتب؟ آخ على ما أعرف شو عم يقرأ ويكتب. آخ بس لو أعرف شو عم يكتب ويقرأ. قصة. قصة شو؟ كيف تتخلص من زوجتك بخمسة أيام ونص. كيف؟ قصدي شو عرفها؟ شفته عم يقرأها. أنت؟ هلأ. أنت هلأ؟ من دقيقتين أخذت له القهوة وشفتها بإيده. منو ها؟ الأستاذ سالم. يبعث لك هما أنت والأستاذ سالم. لا للأستاذ سالم يضب القصة. هون مكان عمل مو مركز ثقافي. بلكي الأستاذ جميل وهو عم يقوم بجولته شافه. أكيد أكيد بده يعاقبه. الأستاذ جميل قال لك إنه بده يعمل جولة اليوم؟ نعم وبده يزور كافة الأقسام. كل الأقسام؟ نعم. والبوفيه كمان؟ والبوفيه أيضا. إمتى؟ ما بعرف. بجوز بعد ساعة، بجوز بعد ساعتين، بجوز بنهاية الدوام، وبجوز هلا. هلا؟ يا ساتر تكسر. خلي امسك الثانية سامي فنجانك ساعتين وهو قصدي ساعتين وهنا وفوتينا زكاتك الفنجان المدير زكاتك. ليش وين رايح؟ رايح ضطب البوفيه وخبي الدخانات والنجي منه وتروح المكاتب نبه على الموظفات انه يضبوا الصوف والقيمات والتقاطع والزيتون والمكتوب. امسكي امسكي زكاتك امسكي. روح الله يجزيك الخير والله ما بينزلك يا رب. الله يوفقك يا رب. كولونيا يا عيني عليك يا أمول. أبوي يحاول أن يوهم أنه على على علاقة مع امرأة أخرى. يا وسيم يا أبو الأفكار. وإنه أنت شو جابك لهون؟ جايبت لك القهوة استاذ. قدميها من هنيك من هنيك. على عيني استاذ. تفضل استاذ. وين درويش؟ درويش راح مشوار استاذ وانا ما حبيته يفوت عليك يقطع لك سلسلة افكارك. شو عم تكتب استاذ؟ ما دخلك. مالي هون انا. الو صباح النور. ايه لحظة تكرم عينك استاذ. ايمن على الخط مدير مكتب الوزير. قولي لي من اول مدير مكتب الوزير. اكتب لك استاذ. كم ايمن في بالبلد؟ الو ايوه الو اهلين استاذ. كيفك استاذ ايمن؟ اهلا وسهلا. اهلا. نعم سيدي. شبنا هي حيلك حيلك. شو بيضرع تشرق بعيونك؟ وانت شو دخلك؟ شلون شو دخلني؟ ما هي زميلتي بالمكتب. روح عاد اطاولتك واتدخل شي ما يعني. بس لو مالك ياباني بتلعب كاراتيه. يا روح. معاملتك خالصة. تفضل. تسلم وديات يا حلوة. ويدي مع السلامة. الله يسلمك. شبنا تسلم وديات يا حلوة. ودياتك مع السلامة. مو على اساس انت ما بتحبي المجاملات ولا المضايقات؟ شو؟ شو اللي على ناس وناس؟ انت شو دخلك؟ انا حرة بتصرفاتي؟ شو دخلني؟ ماشي الحال، بس لانه هو اعزب ممكن تغمس السنارة بتقبلي مجاملته، اما انا متجوز ما بتقبلي مني ولا كلمة، مع انه قلت لك تطلقها بحلق لها. منيح اللي فهمتها لوحدك. انا ما اسمح انه تصير هيك مجاملات عندي بالمكتب ولا مغازلات انك تخاذلي انت وياه، احلقوا لبرا، اطلعوا لبرا. وردي انا جمديسي اذا ممكن. هلا. اي نعم. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه تفضلي. تطلعي بدالي مع الجروب السياحي. ايه ليش شو عندك؟ بدي اروح لعند الدكتور. خير شو في؟ بدي اسالها ليش ما حملت لهلا. يوه لسه بكير عليكي. ما ما صار لك متزوجه غير ست شهور. ايه انا هنا بعد سنه لحملت بابني الاولاني. على شو مستعجله لحقانه على هم الاولاد؟
من جهة لحقانة بس خايفة على نعيم تضل عينه تلعب هون وهون، بلكي إذا جبت له ولد بيتسلى فيه ويبطل هالحركات. أنتي أدرى بجوزك، يعني ما رح تطلعي محلي؟ لا شو ما بدي، تكرم عينك. معقولة يكون عم يقرأ قصة؟ إيه بس الوراق اللي معه ما شكله شكل قصة. طيب شو عم ينقل منها؟ عنده حدا؟ لا ما عنده حدا، عنا اجتماع. اهلا وسهلا، اتفضلوا ارتاحوا لاعطي خبر. امرك. هاي قاعده. ويرتبوا موعدا وهميا مع امرأة متخيلة يجب الا تحس زوجته بالمقلب. شوفي شبك، شو بدك؟ الموظفات عندي بالمكتب. شو بدهن؟ استاذ مو انت قلت لي بلغهم امبارح مشان يجوا اليوم لعندها؟ ماشي خليهم يرجعوا لمكاتبهم، قولي لهم الاجتماع التغى، بس ولا وحده منهن بتتحرك من المديريه قبل ما تخلص شغله. حاضر استاذ. التغى الاجتماع والاستاذ جميل يقول لكم لا تغادرنا مكاتبكن إلا بعد انتهاء عملكن. اضو. ايه بدفع نص عمري بالنص على ما أعرف شو عم يقرأ وشو عم يكتب. Lili 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 lili.